Sweet. حاليا القيارة تحت سيطرة القطاعات العسكرية التابعة لفرقة المدرعة التاسعة وجهاز بقوع ترهاب، سيطرة تامة. تقوم حاليا القطاعات بتمشيط المنطقة والسيطرة عليها ورفع العبوات الناسفة وتفكيك الدور المفخخة. المدنيين بحالة جيدة ولم تكن هناك أي خسائر داخل صفوف المدنيين خلال هذه العملية، لأن هناك صدرت توجيهات للمواطنين بعدم ترك البيوت والتزام بيوتهم، وفعلا كانت هذه العملية ناجحة حيث المواطنين التزموا بيوتهم ولم تكن هناك أي خسائر بالمواطنين. السلام عليكم.